سلام عليكم. القصة الليلة حصلت في العراق في ذي قار في قضاء شطرة، في فتاة اسمها سعاد. سعاد بنت تملك مقومات الجمال شيء خيالي. لو تسألون من هي أجمل معلمة في العراق يقول لك هذه مديرة المدرسة الست سعاد اللي أصبحت مديرة مدرسة. جمال الأرض كله فيها. المهم تزوجت محامي اسمه الأستاذ علي الحمامي. علي الحمامي رئيس غرفة المحامين في قضاء شطرة شمال محافظة ذي قار، وكانوا عايشين حياة جميلة جدا، والوضع المادي عندهم ما شاء الله تبارك الرحمن. وهذه معلمة فاضلة والكل يهابها، كانت تملك شخصية قيادية خيالية هذه الست سعاد الجميلة. إذا شافوها المعلمات عند باب المدرسة الكل يرتعب منها، ماشية مثل المسطرة، أبدا ما عندها مزح في العمل، وشخصية قوية جدا حادة رغم الجمال اللي فيها والأنوثة اللي فيها. المهم بعد سنوات من الزواج وهي عمرها تقريبا 39-40، ورب العالمين ما كتب أنها تجيب عيال، في مشكلة صحية فيها هي وزوجها يعني، وزوجها بدأ يتضايق وكبر وش فايدة الدنيا أن أنا الآن يعني ما شاء الله وضع المادي زين وأبي عيال وأبي شيء، أبي يعني أبي حياة جديدة، أبي أربي عيالي، أبي أحد يشيل اسمي، أبي كذا أبي كذا. الواحد يجمع بهالدنيا عشان يخلفه حق عياله وكذا يعني ما يلام. فقام يتضايق وشوي يعني راحوا حاولوا يتعالجون أكثر من مرة ماكو فايدة. فبدأ يصارح، قال يا سعاد أنا أحبك وأنا ما ألقى بهالدنيا وحدة بجمالك وأخلاقك ورقتك وحبك للمسؤولية وامرأة عاملة جدية، يعني أنا جدا جدا فخور أني متزوج وحدة مثلك، لكن يا سعاد في حاجة ملحة عندي لازم أقضيها. قالت له شنو؟ قال أنا لازم أتزوج، لازم أتزوج عليك عشان أبي عيال. إشلون ولا ومستحيل وكذا، أرفضت رفض قاطع، وبدت المشاكل تحصل بينهم وتوترات في العلاقة، وهو بعد فعلا يعني عزم على الزواج ومن هالكلام. في هالفترة هذه الخلافات اللي قامت تحصل بينهم، وكل فترة وفترة تزعل وتروح بيت أهلها، رغم شخصيتها القوية وكذا إلا أنها ضعفت في لحظة. كانت تدخل على الفيسبوك وشافت هالشاب اللي حاط صورته معضل عضلاته وضخم طوله طول حشاكم طول الحمار ومعضل وكذا، وقامت راسلته. طبعا انا ما اقول انه طول الحمار محشوم الحمار طبعا، لكن انا ما اقصد انه اهانه حق اللي يعضلون، لا انا اقصد هذا الشخص اللي في قصتنا، انا اللي هذا اللي اقصد يعني، خاف يطلع لي واحد بعد معضل بالشارع بتنشو. المهم ف راسلته، هذا طلع منه، هذا طلع ملاكم منتخب العراق الوطني وضابط في الاستخبارات، استخبارات بغداد، اسمه جواد. راسلها وشاف هالجمال بعد انوخذ، ضاع بخرايطها، ما صدق انه وحدة مثل الست سعادة تكلمه، وسوالف وسوالف وتبادلوا
أرقام الهواتف وصار بينهم علاقة حب. هذه لأن هالفترة هذه اللي تزعل فيها وتقعد فترة طويلة عند أهلها والمشاكل اللي بينها وبين زوجها والجفاف العاطفي اللي صار بينها وبين زوجها، يعني اعتقدت أن لما تشوف لها شخص ثاني ممكن يملي هالفرق. وهذه أكبر مصيبة تعملها أي زوجة في العالم، أنها تكلم شخص أو ترتبط فيه عاطفيا وهي على ذمة رجل، وتبدأ يعني وراء القصص هذه البلاوي والجريمة. ليش؟ جواد يعني قام يعيشها بعالم ثاني وأصغر منها في العمر، وهي تملك الجمال، يعني هذا يبي جمالها وهذه تبي شبابه واندفاعه وملاكم وطني وجسم وطول وعرض وضابط في الاستخبارات، وزوجها يعني أصبح على مشارف الخمسين ومحامي وعمل مكتبي وإنسان يعني مولياء، يعني أنتم فهمت شو الفكرة؟ يعني الشيطان بدأ يحليل هالموضوع، يعني انه هذا شباب وكذا، وفعلا صارت علاقة بينها وبينه بالسوالف فقط يعني بالفيسبوك، بعدين انتقلوا الى الهواتف وتمر الايام وتجي الايام الى ان يوم الايام الاستاذ علي الحمامي او الحمامي عفوا صار حق له خلاص انا عزمت ولقيت البنت اللي بيتزوجها وارجوك بدون اي مشاكل خليني اتزوج لاني انا ابي عيال، لكن انا مستحيل اني اقصر فيك او اتخلى عنك وانت اصلا راس المال وانت حب الاولي وانت كذا، لكن انا ما راح ارتكب شيء خطا، انا بتزوج الثانيه وان شاء الله اني اعدل بينكم يعني على سنه الله ورسوله، ولا راح احيد ولا اقصر. المره هذه طبعا رفضت وزعلت وكذا، المهم راحت غرفتها ومضايقه، وتقوم وتتصل على منو؟ على العشيق جواد الملاكم هرقل. قالت له هرقل علي زوجي عزم يتزوج علي وانا متضايقه وتبكي وحالتها حاله وتسب وتغلط. ايش قال لها جواد الضابط الاستخبارات؟ قال لها شوفي أنا أوعدك أني أخلصك منها، وبعدين ناخذ راحتنا أنا وياك ونتزوج ونعيش حياتنا. وما قالت له جد والله شلون تخلص؟ قال أنت مالك شغل، تبيني أتخلص منه ولا لا؟ قالت إيه نعم. قال له خلاص أنت طلع من الموضوع وروحي بيت أهلك وخلي الموضوع عندي. طبعا جواد ساكن في بغداد وهذول في ذي قار بينهم مسافة 300 كيلو بغيت أقولها بالعربي 300 كيلو يعني طريق 3 ساعات 4. فعلا سعاد افتعلت المشكلة وخلاص وقالت لا أنا رافضة وأنا كذا وأنا راح أشتكي وراح أسوي. قال لها كيفك؟ خذت أغراضها وراحت بيت أهلها. أول يوم ثاني يوم ثالث يوم أو يجيهم الخبر مقتل الأستاذ علي الحمامي في بيته في ذي قار. تم العثور على جثته على أحد الكنبات أو الغنفات في البيت مربوط بحبل هذا اللي يربطون فيه الأغراض دائما اللي فوق السيارات لما تحمل يربطون الحبل الثقيل هذا، وعلى فمه شريط لاصق ومتعرض لضربات قوية جدا أدت إلى نزيف داخلي في جسده ووفاته الله يرحمه. انقلبت الدنيا، هذا رئيس غرفة المحامين يصير فيه بهالطريقة؟ أجل الناس العادية ايش يصير فيهم؟ منو هذا؟ من حسن حظهم أن الأستاذ علي الحمامي كان مركب كاميرات خارجية وداخل البيت، يوم طلعوا الكاميرات
ولا في أشخاص ملثمين؟ اثنين دخلوا بيت الأستاذ علي وطلعوا، شلون يعرفونه ما يدرون، لكن بين واحد جثة وجنبه واحد نفسه معضلين وكذا، لكن منو هذول ما يدرون. يحاولون طبعا، أستاذ علي الحمامي محامي وعنده عشرات الموكلين، ما يدرون هل من موكل من شخص يعني من طرف متضرر من قضية رافحة الأستاذ علي مثلا، أو أحد من الزملاء، أو أحد من الشارع، ما يدرون هل موضوع عملية سرقة البيت مو مسروق منه شيء، الموضوع موضوع انتقام، لكن منو هذا الشخص الملثم ما يدرون. أول مشتبه منه زوجته، استدعوا الست سعاد، قالت أنا شلون أقتله. طبعا الأستاذة سعاد من هاربتي، يا زوجي يا أبو بيتي يا حبيبي يا نور عيني، أنا من بعدك شو أسوي يا قلبي يا عمري يا. قالوا لها يا أستاذة سعاد، إحنا ترى توصلنا المعلومات إن كانت في خلافات بسيطة بينك وبين زوجك الأستاذ علي، تكلمي واعترفي لا تخلينا نطول معاك الموضوع. قالت إيه نعم صح، بين خلافات، لكن خلافات تحصل بين أي زوجين، بس كان يبي يتزوج علي وأنا كنت رافضة، بس هذا مو معناته أني أقتله ولا أنا أتسبب. شنو هالكلام؟ شلون تسمحون لنفسكم أصلا تتهموني في جريمة مثل هذه؟ أنا أقتل زوجي وزوجي محامي معروف؟ أنا مديرة مدرسة، مديرة مدرسة الحدباء للبنات، اسألوا عني فعلا اسألوا، ولا هذه معروفة صاحبة الشخصية الجادة في العمل، مديرة مدرسة ناجحة والكل يشيد فيها؟ قالوا مستحيل، يعني معقولة لها؟ لا. لكن بعد عناء طويل من البحث عن المجرمين الملثمين اللي ظهروا في كاميرات الفيديو، ما توصلوا لشيء، يعني جابوا محقق مسك القضية، قعد يبحث من جديد، يدور 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 يدور، استبعد الأستاذة سعاد لأنها مستحيل تكون من اللي ظهروا في الكاميرا، هذا هو اللي مبين فرق يعني، لكن ممكن بتعريض منها. القضية ما تبنى على الظنون والشك، يعني قضية فاشلة بالنسبة لرجال الأمن، لازم في شيء يثبت أو أدلة ملموسة واضحة أو اعترافات، ما توصلوا لأي دليل. قال لهم الضابط اللي ماسك قضية التحقيق، قال لهم خلاص خلوا الموضوع علي أنا، وراح بلغ الأستاذة سعاد، قال لها ترى أنت مالك علاقة في الموضوع، وتم تسجيل القضية ضد مجهول، وخلاص توكل على الله، خلها تمشي. طبعا سووا العزاء وهي تبكي أول يوم وثاني يوم، والناس كلها شافوا الأستاذة سعاد متأثرة بشكل كبير جدا، رغم المشاكل اللي كانت بينها وبين زوجها، وأنها أكثر من مرة طلبت منه الطلاق. يعني اللي مثلها صحيح تحزن، لكن مو بتقطع نفسها بهالصورة هذه. الناس بدأت تشك فيها أصلا. بعد ما خلص العزة ثالث يوم، أو تطلع الأستاذة سعاد وترسل رسالة إلى رقم شخص موجود في بغداد، أرسلت له رسالة تقول له ترى الأمور طيبة وما في شيء صاير يعني، بس ما كانت تدري أن رجال الأمن وضعوا تليفونها تحت المراقبة ورصدوا هالرسالة هذه، وإلى الرقم اللي راح حق شخص اللي متواجد واللي التقطته أحد الأبراج الشبكات اللي موجودة في بغداد، تقول له اطمئن الموضوع طيب وما في شيء. ما كثرت كلام، هني عرفوا أن هذا الشخص ورا الموضوع، على طول استعلموا، ولا هذا اسمه جواد ضابط في الاستخبارات فرع بغداد، لا ملاكم معروف، ويطيرون البيت ويحاوطون البيت
في عملية لمداهمة هذا الملاكم أو الضابط. أول ما انتبه أن بيته تم تطويقه وأنه راح يتم اقتحامه حس بالموضوع، على طول ويطلع سلاحه الشخصي ويطلق النار على نفسه أو يقتل نفسه. ادخلوا عليه ما لحقوا ولا الرجال شلال دم يطلع من رأسه. ومن مات جواد فلت المجرم الثاني اللي اشترك معاه في الجريمة، لأن الست سعاد ما تعرف إلا جواد، وجواد الوحيد اللي يعرف الشخص اللي جاء معاه وساعده، هذاك مبين عليه مجسم أكيد واحد من أصدقائه، لكن منه ما يدرون. حقق وقلبوا الدنيا، استدعوا جميع معارف جواد، ولا واحد انطبقت عليه المواصفات أو اعترف في مشاركة جواد للجريمة، ومات جواد، وهذاك إلى الآن فلت من الجريمة ويبحثون عنه. لكن بعد هالسالفة وبعد ما اكتشفوا القضية إن وراها الست سعاد، انقلبت الدنيا بين عشيرة المحامي الأستاذ علي الحمامي، وكذلك بين عشيرة الست سعاد، وناس حرقت بيوت بعض وناس دمرت بعض، وإلى الآن كل واحد يبي ياخذ الثار من عائلة سعاد اللي تسببت بمقتل ولدهم الأستاذ علي الحمامي رحمة الله عليه. أما سعاد الجميلة المعلمة الفاضلة، تم حالتها للمحاكمة وحكموا عليها بالسجن المؤبد، وإلى الآن موجودة في السجن. وقبل لا أختم، أتمنى ما يطلع لي واحد في التعليقات يقول لي يا أبو طلال ترى سبق أنك ذكرت هالقصة، لأن هذه القصة فعلا متشابهة لقصة المعلمة أو مديرة المدرسة اللي تآمرت مع عشيقها مدير مدرسة ضد زوجها اللي هو كان يشتغل في التموينات، مديرة مدرسة في العراق، وكانت عشيقة لمدير مدرسة، واتفقوا على قتل زوجها اللي يشتغل في التموين وكذا، وحرضوا شخص على مقتل. القصة موجودة عندكم أكيد في القناة، لأنهم كانوا أعتقد قصة هذه كانت في منطقة المعامل، أما هالقصة هذه جديدة حصلت 2020 في ذي قار. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.